الثلاثاء 28 من مايو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس وتتابعونا معنا اليوم. الاستثمارات الليبية في أفريقيا تحت طائلة التهديدات، وتابعوا معنا أيضا حكومة حما توزع دفعة جديدة من صكوك إعانة مرضى الأورام. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس، أهلا بالجميع. والبداية نأخذكم إلى جولة إخبارية في صحيفة صدى الاقتصادية في أولى فقراتنا صدى الأخبار. صدى الأخبار تنضم إلينا مباشرة من صحيفة صدى الاقتصادية زميلة نسرين سليمان، أهلا بك يا نسرين. وفي جولتنا لليوم ننطلق بما كشفت لكم عنها الإدارة العامة لشركة السهل الأخضر للمطاحن والأعلاف حول زيادة في الأسعار. أهلا بكم. فعلا في أول أخبارنا لهذا اليوم، كشفت الإدارة العامة لشركة السهل الأخضر للمطاحن والأعلاف في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن هناك زيادة في الأسعار بسبب سعر الدولار في المصرف، ومع كل تغيير بسعر الدولار يتم تغيير أسعار المواد الخام، والزيادة ملحوظة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي حسب الإدارة العامة للشركة. وأكدت الشركة بأن الحكومة تقدم لهم الدعم المعنوي والتسهيلات في إجراءات استيراد المواد الخام فقط. طيب، في موضوع آخر نمر لتصريح عضو مجلس الدولة أبو القاسم زيد بخصوص رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قدمي لنا تفاصيل هذا التصريح. بالفعل صريح عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية، وتحدث فيما يتعلق بمراسلة المستشار القانوني بمجلس النواب بشأن مخاطبة رئيس إدارة القضايا بأن شكشك مدعي صفة رئيس ديوان المحاسبة وفق وصفه. وقال إن بالعودة إلى سنة 2014 فإن هذه منهجية البحث عن العفريت وإيقاظ الشياطين النائمة حسب وصفه، وإن لا معنى لهذا الكلام بعد 10 سنوات وسيكون هناك الكثير من الأشياء السلبية إذا رجعنا لسنة 2014 وما صن فيها من قوانين وما جرى فيها من مناقشات. وتابع قزيت أن بالقول أعتقد أن الكثير من الموضوعات التي تطفو على السطح متشابهة وهي عبارة عن أوراق ضغط وليست بشكل جدي حسب وصفه، مضيفا أن بالتأكيد شكشك يجب أن يغادر ولكن ليس بناء على ورقة في عام 2014، والعملية السياسية يحكمها الآن اتفاق الصخرات حسب وصفه، كما أنه يجب أن يغادر لأنه له 11 عام ولا غبار عليه ولكن ليس بهذه الآلية والقفز إلى عام 2014 حسب وصفه. طيب، تحصلتم أيضا على تصريح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد رعيض حول زيادة الأسعار، ماذا جاء في تصريحاته؟ بالفعل تحدث رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة النسيم محمد رعيض حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية بأن أسعار منتجاتها أصبحت مناسبة بسبب توفرها، ولذلك البضائع تزداد أسعارها في حال عدم توفرها في السوق. وأضاف أن بالتأكيد سوف تزداد أسعار النسيم ولكن ستكون زيادات تدريجية، ويرجع سبب ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف وفرض رسم على بيع العملة الأجنبية. وأدف بالقول أن سمحتي للمسؤولين أن يسهلوا استيراد البضائع، وإذا تم توفيرها لا تحدث زيادة في سعرها والعكس صحيح، وبالتالي المكسب يكون بسيط لأن أساس السوق مبني على نظرية العرض والطلب، كما قال رعيض موضحا أن زيادة الأسعار في المنتج المحلي تقدر فقط بنسبة 20%. واضح نسرين، شكرا لك على هذه الجولة من صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر وأبرز الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. سياحة الحكومة الليبية توقع اتفاق مع شركة أعمار ليبيا. الاستثمارات الليبية في أفريقيا تحت طائلة التهديدات. وتعرفوا معنا اليوم على أكبر دول منتجة ومصدرة ومستوردة للملح في العالم. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل.
طلب عدد من أصحاب الشركات الليبية العاملة في الصين وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، طلبوهم بتفعيل الغرفة التجارية الليبية الصينية وتسمية رئيس لها بالتشاور معها. جاء ذلك خلال اجتماعهم مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحضور رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام الغول، حيث جرت متابعة أوضاع الشركات الليبية العاملة في الصين والتعرف على أنشطتها والصعوبات والعراقيل التي تواجهها بحسب ما نشرتها الوزارة على صفحتها. في موضوع آخر، وقعت وزارة السياحة والآثار بالحكومة الليبية وقعت محضر اتفاق مع شركة أعمار ليبيا القابضة بشأن صيانة وترميم وتشغيل واستثمار قرابة 60 مشروعا وموقعا سياحيا ومشروعا خدميا وصيانة المعالم الأثرية والعقارات التابعة للوزارة. وبيّن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه بموجب الاتفاق ستوفر الوزارة للشركة كافة المعلومات والقوائم والمستندات الخاصة بالمواقع والعقارات المملوكة للوزارة وأيضا للجهات التابعة لها. وتلتزم الشركة بتقديم الدراسات الهندسية على أن تحال للطرف الأول للاطلاع عليها وإبداء الرأي حولها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال لها. نواصل وإياكم أخبارنا، حيث أكدت نائبة المبعوث الأممي لليبيا جورجيت غانيون على الحاجة إلى زيادة الدعم الحكومي للتنمية المستدامة في ليبيا. جاء ذلك خلال زيارة استمرت 3 أيام إلى غدامس، وأيضا الأسبوع الماضي كانت هذه الزيارة ناقشت خلالها المبعوثة الأممية مع أكثر من 100 من قادة المجتمع المحلي والشباب والنساء انشغالاتهم ومشاكلهم، واستمعت للحلول التي يقترحونها للدفع بعجلة التنمية المستدامة وتعزيز السلام في مجتمعاتهم، وكيف يمكن للحكومة والأمم المتحدة في ليبيا مواصلة دعم جهودهم. هذا وشدد ممثلو المجتمعات المحلية في المدن الثلاث بحسب بيان للبعثة الأممية على حاجتهم إلى خدمات أساسية أفضل، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم الشامل والمرافق المجتمعية وخاصة للشباب والنساء. كما سلطوا الضوء على الفجوة الكبيرة في فرص العمل وعدم المساواة في الحصول على مناصب في القطاع العام. أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أعلنت الشروع في توزيع الصكوك المالية للدفعة الرابعة الخاصة بلجنة إعانة مرضى الأورام، وذلك تنفيذا لقراري الوزير عثمان عبد الجليل رقمي 114 و115 لسنة 2024. وبدأت لجنة إعانة مرضى الأورام في توزيع صكوك الدفعة الجديدة التي تشمل على 765 مريضا، وأعدت تقديرات مالية حسب الآلية المعتمدة وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة لم يوضح قيمة هذه الصكوك. وفي ملفاتنا الرئيسية لليوم، من جديد يعود ملف الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية إلى أن يكون موضع جدل بسبب التهديدات التي تتعرض لها أصول ليبيا في أكثر من بلد أفريقي. فيما تتمثل هذه التهديدات ولماذا يعود الجدل؟ التقرير التالي يقدم التفاصيل. جملة من الصعوبات والمشاكل تواجه الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية رغم مساعي معالجة الإشكاليات القائمة بالتنسيق بين المؤسسة الليبية للاستثمار وإدارة القضايا والطرف الحكومي. وتتمثل هذه الصعوبات والمخاطر التي تطال استثمارات ليبيا في أفريقيا في ضعف رؤوس الأموال والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب قضايا مختلفة مع مقاولين وبنوك وشركاء حكوميين في أغلب الدول الأفريقية، ما يتطلب استمرارية العمل وفق الضوابط القانونية بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، إضافة إلى القيام بشراكات مع أطراف موثوقة وبشروط جيدة تناسب ليبيا، وفق تأكيد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه بثلة من الأطراف ذات العلاقة بالاستثمارات الليبية في أفريقيا. هذا الاجتماع جاء عقب
جد لتأميم بوركينا فاسو للمصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية المشترك مع ليبيا مؤخرا، والذي يصل حجم رأس ماله 18 مليون دولار بنسبة 50% لكل طرف. قرار التأميم استند على إلغاء الاتفاقية التي أسس عليها، ووفق مدير المصرف الخارجي خالد القنصل فإن هذا الإجراء يعد غير قانوني، وفي حين اعتبر الطرف البوركيني أن البنك يواجه صعوبات تحول دون مواصلته للعمل وتحقيق أهدافه بسبب عدم كفاية الدعم المقدم من الجانب الليبي، ما يخلق صراعا بين المساهمين حول اختيار المدير العام والإصلاحات الهيكلية. أصدر المصرف الخارجي بيانا توضيحيا أكد فيه أن ما تم تداوله ليس له أي سند قانوني، واصفا شروط الجانب البوركيني بشروط إذعان تم رفضها من المصرف الليبي الخارجي والمطالبة بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، وأعرب عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وتبلغ مساهمات المصرف الخارجي بالقارة الإفريقية 7 مساهمات تتجسد من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بأوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري بدولة تشاد وشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو وشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي. وبلغت القروض الممنوحة من الدولة الليبية في عام 2023 إلى عدد من الدول الإفريقية أكثر من 124 مليار دولار استرجع منها 64.20%. يذكر أن الاستثمارات الليبية في القارة الإفريقية تواجه تهديدات متواصلة منذ سنوات بالاستيلاء عليها وتجميدها أو بيعها بالمزاد العلني، على غرار جدل حادثة بيع أصول ليبية بإفريقيا الوسطى في فبراير 2023، ما يمثل انتهاكا للمقدرات الشعبية في الخارج. لا يزال موعد إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع تونس مجمداً رغم توقعات قريبة باستئناف حركة العبور بين البلدين، ما يفسح المجال للاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطبيق قرار الاستئناف إلى حد اللحظة. التقرير التالي والتفاصيل. في كل مرة يعلن فيها عن استئناف الحركة من خلاله يتم تأجيل القرار عن إعادة فتح معبر راس جدير نتحدث، ليتواصل بذلك كابوس إغلاق هذا المعبر الحدودي الاستراتيجي وسط دعوات إلى إعادة تشغيله نظرا لدوره المحوري في عمليات تنقل الأشخاص والسلع بين الجانبين. عن أسباب هذا التأجيل أوضح رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي بريغيغ أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لإعادة فتح المعبر، رغم إعلان الغرفة الأمنية المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية أنه ستتم إعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة، مرجعا ذلك إلى قيام إحدى الشركات المسؤولة عن بعض أعمال الصيانات في المعبر بتوسعة أعمالها، مشيرا إلى أنها ما زالت لم تكمل أعمالها بعد. أما وزير الداخلية عماد الطرابلسي فكشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كشف الخطوات المتخذة من وزارته في إعداد الخطة اللازمة لتأمين المعبر وتشغيله وفق الإجراءات الأمنية اللازمة، مشيرا إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن تطوير المداخل الرئيسية وتجهيز المنفذ بكافة احتياجاته وتركيب وتشغيل 5 مساحات كبيرة. ومن جهته أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح إعلامي أن أسباب تأخير إعادة فتح المعبر تعود إلى بعض النقاط الخلافية بين الجانبين الليبي وكذلك الجانبين التونسي والليبي، موضحا بأن من بين هذه النقاط مسألة تهيئة المعبر وتسييره وكذلك مسألة التبادل التجاري بين البلدين وبعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيمي بهدف القضاء على إشكالية الاكتظاظ داخل المعبر وغيرها من النقاط الأخرى. ومنذ 19 مارس الماضي تاريخ غلق المعبر تتواصل المباحثات بين جميع الأطراف من البلدين بهدف تأمينه وتهيئته لإعادة فتحه أمام البضائع وحركة المسافرين. ولحل المشاكل العالقة والنقاط الخلافية تحول مؤخرا وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس في 6 مايو، حيث انطلقت مباحثات على مستوى وزراء الداخلية التونسي والليبي للبحث في سبل فتح المعبر أمام الحركة التجارية والمسافرين، إلا أن بعض النقاط العالقة استوجبت لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بالطرابلسي والاتفاق على حل النقاط الخلافية العالقة أمام فتح المعبر.
أكد طرابلسي إثر اللقاء أنه ستعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر راس جدير واتخاذ جميع الإجراءات. ويمثل معبر راس جدير شريانا حيويا للجانبين الليبي والتونسي، إذ يقدر حجم المبادلات التجارية بينهما على مستوى الصادرات التونسية بما يزيد عن 1.28 مليار دولار، فضلا عن أن المعبر الحدودي يؤمن سنويا عبور نحو 3 ملايين مسافر. ويذكر أن المعبر الحدودي بين البلدين مقفل منذ 18 من مارس المنقضية إثر اشتباكات مسلحة بين قوة إنفاذ القانون والغرفة العسكرية إزوارة. ورغم اتفاق الأطراف المتصارعة على إدارة مشتركة لهذه النقطة الحدودية، إلا أنها بقيت مقفلة إلى أجل غير مسمى. فهل تحمل الأيام القليلة القادمة أخبارا سارة عن استئناف الحركة بين الجارتين؟ نمر الآن إلى تقاريرنا الدولية. نتحدث اليوم عن الملح، مادة أساسية لا يخلو منها بيت في العالم، وهو عنصر غذائي حيوي للبشر وجزء من نظامنا الغذائي اليومي، ويعود إنتاجه إلى آلاف السنين. ونما حجم سوق الملح في السنوات الأخيرة ليصل إلى 41.91 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.7 مليار دولار في عام 2024. وينتظر أن يشهد سوق الملح نموا قويا في السنوات القادمة ليصل إلى 61.51 مليار دولار في عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 7.7% بسبب نمو صناعة الأغذية والصناعات الكيميائية والتعدين وغيرها من الصناعات. فلنتعرف عفوا اليوم على أكبر 5 دول منتجة للملح في العالم. تعد الصين أكبر دول العالم إنتاجا للملح، إذ أنتجت البلاد 53 مليون طن متري من الملح في عام 2023. وفي العام نفسه بلغ إنتاج الملح في الولايات المتحدة، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للملح، 42 مليون طن متري. في المرتبة الثالثة نجد الهند ب 30 مليون طن متري، الرابعة ألمانيا ب 15 مليون طن متري، والخامسة أستراليا ب 14 مليون طن متري. أما عن أكبر 5 دول مصدرة للملح في العالم، بينها دولة عربية، تتصدر هولندا قائمة أكبر المصدرين للملح في العالم، تليها ألمانيا، كندا، والهند والولايات المتحدة. وقد صدر هذا الخماسي 43.1% من إجمالي الملح الدولي المصدر بقيمة بلغت 1.55 مليار دولار خلال عام 2022. ويعد الملح التونسي من أجود الأملاح الطبيعية في العالم، وتنتج تونس نحو 2 مليون طن من الملح عالي الجودة كل سنة، ويتكون بذلك أو تكون بذلك في المرتبة التاسعة وفق ما ذكرت صحيفة الصباح التونسية، حيث تستهلك منه نحو 100 ألف طن وتصدر الباقي للخارج. ورغم أن الصين والولايات المتحدة هما أكبر دولتين منتجتين للملح في العالم، ولكنهما أيضا أكبر دولتين في العالم استيرادا للملح بسبب الطلب الهائل في كلا البلدين، حيث يدخل الملح كجزء أساسي في العديد من الصناعات، وخصوصا الصناعات الكيميائية والغذائية. وفيما يلي قائمة بأكبر 5 دول استيرادا للملح في عام 2022. في المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية 816.9 مليون، المرتبة الثانية الصين 560 مليون دولار، المرتبة الثالثة اليابان 347.8 مليون دولار، المرتبة الرابعة ألمانيا ب 285.8 مليون دولار، أما المرتبة الخامسة فهي من نصيب كوريا الجنوبية ب 232.9 مليون دولار. أما عن أكبر 5 دول في العالم استهلاكا للملح على مستوى الأفراد، الصينيون هم أكثر شعوب العالم استهلاكا للملح، حيث يستهلك الفرد الواحد منهم فقط 17.7 جراما يوميا من الملح.
ونتحدث عن الصين التي احتلت المرتبة الأولى كما قلنا بمعدل استهلاك 17.7، هنغاريا ب 14.3 جرام للفرد الواحد في اليوم الواحد، المرتبة الثالثة سلوفينيا 13 جرام يوميا، والتشيك في المرتبة الرابعة ب 13 جراما للفرد الواحد في اليوم، والمرتبة الخامسة رومانيا ب 12.9 جرام للفرد الواحد في اليوم الواحد. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل، والآن إلى آخر فقراتنا، سوق بلاس وجولة في الأسعار وبالتحديد أسعار المرطبات في إحدى المحلات في طرابلس. البريوش هذا فادي زوز دينار، هذا بالكاستردة والكوكيز زوز دينار، كاستردة شوكولاتة ولوتس 3 دينار، عنا هذا كاستردة وكوكيز كمان زوز دينار، عنا هذا بالفستق محشي فستق 5 دينار، عنا هذا بالنوتيلا واللوتس 5 دينار، عنا الزفاير هون بريوش الكاستردة ب 3 دينار، في بالشامية منها وفي بالفستق، عنا هون زيها بس معسلة، في بالشامية في بالفستق 3 دينار كمان زيها زي هذه زي زفيرة، عنا هون هذه بالزبيب زيها زي السماعات هذه بشرب شوكولاتة 2 دينار، عنا هذه بالشوكولاتة 2 دينار. عندنا الزفيرة هون 2 دينار بالشوكولاتة، الكوكيز معسلة 2 دينار، عندنا سماعات كمان هنيك زيها ب 2 دينار، هذي عندنا هذي حشوة تمر شوية مش حلبة 2 دينار، عندنا هذي طعام خاص لجماعة السكر السمسم 2 دينار، عندنا هنيك محشية بالفستق والشامية 4 دينار، عندنا هون بالشوكولاتة 2 دينار، عندنا هاي كمان بالزبيب معسلة وباللوتس 2 دينار، وعندنا هنيك بالكستردة والكوكيز 2 دينار، وعندنا هون بالشوكولاتة والكوكيز 2 دينار فيها حشوة شوكولاتة، وعندنا هون حشوة شوكولاتة ولوتس 2 دينار كمان، وعندنا البريوش العادي البورد فيه 5 تروف بريوش 3.5، وعندنا الدبلة 10. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية موعدنا لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام.